بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحضاني رحمه الله، الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ومن أصدق من الله حديثا. وقوله سبحانه ومن أصدق من الله حديثا، الحديث والكلام بمعنى واحد. لا أحد أصدق من، لا شيء من الكلام، لا شيء في الدنيا من الكلام أصدق من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، ففيه إثبات الحديث لله عز وجل، وأنه يتحدث وأنه يتكلم وأنه يقول. نعم. وقوله ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله قيلا يعني قولا، قيلا يعني قولا، لا أحد أصدق قولا من الله عز وجل. نعم. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. نعم، وإذ قال الله، قال الله، هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل. يا عيسى، يخاطب عيسى ابن مريم، إني متوفيك ورافعك إلي، ففيه يعني إثبات الكلام لله عز وجل. نعم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت كلمة ربك يعني كلام، كلمة بمعنى كلام، صدقا في أخباره، عدلا في أحكامه سبحانه وتعالى. فكلام الله يجتمع فيه الصدق والعدل، الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. نعم. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى، هذا من خصائص موسى عليه السلام، أن الله يكلمه ويسمع موسى كلامه، ففيه إثبات الكلام. ولهذا يسمى موسى عليه السلام بالكليم، لأن الله يكلمه ويسمع موسى كلامه، وموسى يكلم الله جل وعلا. هذا من خصائص موسى عليه السلام، أن الله يكلمه من فوق سبع سماوات ويسمع موسى كلامه. نعم. وقوله منهم من كلم الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله مثل موسى عليه السلام، ففيه إثبات الكلام لله عز وجل. نعم. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لما جاء موسى لميقات الله جل وعلا الذي وعده فيه ليعطيه صحائف التوراة، ألواح، يعطيه ألواح التوراة، فموسى عليه السلام ذهب إلى موعد الله عز وجل وتلقى من الله التوراة، ألواح التوراة مكتوبة، كتبها الله بيده، التوراة كتبها الله بالألواح بيده سبحانه وتعالى، وأعطاها موسى عليه السلام. نعم. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لما جاء موسى لميقاتنا الذي وعده الله أن يكلمه فيه، كلمه ربه، كلمه، فيه إثبات الكلام لله عز وجل. نعم. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نادى الله موسى من جانب الطور، والطور هو الجبل، من جانب الطور الأيمن ناداه، وسمع موسى كلامه وأجابه من جانب الطور الأيمن، أيمن الطور. وقربناه نجيا، والنجوى هي الحديث الخفي، فالله جمع لموسى بين النوعين، بين الكلام بالصوت وبين المناجات الخفية. قربناه، قرب موسى نجيا. نعم. ففيه إثبات النجوى لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نادى، نادى، فيه إثبات النداء لله
وأن الله يتكلم وينادي بصوت يسمع. نعم. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ناداهما يعني آدم وحواء عليهما السلام لما أكل من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منها، لكن زينها لهم الشيطان وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها دلاهما بغرور، فعند ذلك ندم آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تاب الله عليهما. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نعم. الشاهد أن الله ناداهما نادى آدم وحواء. نعم. وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. في يوم القيامة ينادي الله المشركين الذين عبدوا معه غيره، يقول هاتوا الشركاء وينهم، ما يلقونهم، راحوا. أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الدنيا، ما يجيبونهم، ما راحوا. نعم. وقوله تحدي، هذا من باب التحدي. نعم. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ويوم ينادي الله الخلائق ويقول ماذا أجبتم المرسلين الذين أرسلوا إليكم، ولهذا يقولون كلمتان يسأل عنهما كل أحد، ماذا أجبتم، ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين. لابد كل واحد يسأل عن هالمسألتين، من تعبد وكيف أجبت المرسلين، وش الجواب. المؤمن يثبته الله يجيب، وأما الكافر فيتلجلج ولا يستطيع الجواب. نعم. وقوله وإن أحد من الشاهد يوم يناديهم إثبات النداء لله عز وجل. نعم. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إن أحد من المشركين، المشركون يطردون من بلاد المسلمين، لكن لو واحد منهم طلب أنه يدخل في بلاد المسلمين ليسمع القرآن، يسمع الدعوة إلى الإسلام، يمكن من هذا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، في إثبات الكلام لله، هذا الشاهد من الآية، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. أيضا أنت أمنت في الدخول، اتأمن أيضا في الخروج. الإسلام دين الوفاء، الإسلام دين الوفاء وعدم الغدر. نعم. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. كان فريق منهم يعني من اليهود يسمعون كلام الله، في إثبات الكلام لله، ثم يحرفونه بالتأويلات الباطلة والتفسيرات الخبيثة، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، نسأل الله العافية. نعم. يفسرونه بغير تفسيره على أهوائه. نعم. وقوله لكن فيها إثبات يسمعون كلام الله، إثبات الكلام لله عز وجل.